طبعا في البدايه خليني اقول لحضراتكم اني سعيده جدا جدا بتواجد رضا هيكل معايا النهارده في الفقره الثانيه ان شاء الله، الله هيشرفني وينورني فيها. رضا واحد من ولاد النادي، ولاد النادي اللي بجد، اللي هو لو النادي طلبه في اي وقت هو هيبقى موجود وهيجي وهيلبي النداء وباي حاجه وباي رقم وتحت اي ظروف. حقيقي واحد من ولاد النادي المخلصين اللي انا بجد بتشرف بمعرفته وبتشرف انه هيكون معايا النهارده في الفقره الثانيه ويشرفنا وينورنا ويكلمنا اكتر عن الموسم اللي فات اللي كان استثنائي وعظيم حققنا فيه الثنائيه، وكمان عن الموسم المقبل باذن الله وتمنياتهم واستعداداتهم والمنتخب اكيد هنتكلم معاه في حاجات كتيره جدا بالتأكيد. خلينا بس في البداية النهاردة نتكلم عن مباراة مصر وإيطاليا في بداية مشوار طبعا منتخبنا الوطني لكرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط. طبعا المباراة شوية يمكن علينا فيها بالسكور، وبعدين السكور بدأ يقل تاني وشفنا المباراة. أنا دايما بشوف أن ضربة البداية دي عمرها ما بتبقى مقياس ولا بتبقى تقدر تقول ان مستوى المنتخب واصل لحد فين، لا، احنا ناس رابع اولمبياد، ناس خرجنا من دور الثمانيه في كاس العالم اللي فات على ايد الدنمارك اللي هو المدرسه الاقوى والاعرق واقوى منتخب يعني على الاطلاق طبعا في كره اليد، بطل اوروبا وبطل اولمبياد وبطل كاس عالم، يعني بتتكلم عن حاجه قويه جدا، وفي الاولمبياد خدنا رابع اولمبياد. فلا يمكن يكون مباراة النهاردة هي مقياس. الناس يقول لك هو يعني منتخب إيطاليا مش معروف قوي، أو إحنا كنا متوقعين إحنا هنكسب فرق 10 15 جون والكلام ده كله، لا مش شرط. اللعيبة بقى لهم قد إيه ما لعبوش مباراة رسمية مع بعض، لعيبة المنتخب بيستعدوا لبطولة إفريقيا، لسه في ناس توليفة جديدة، فالناس الجديدة مع الناس الخبرات مع النجوم مع أعمدة المنتخب أساسا الرئيسية، فلا لسه يعني إيه أول ماتش في البطولة، الناس بتبقى بتستكشف بعض، المدير الفني بيستكشف الدنيا واصلة بدنيا وفنيا عند كل لعيب لحد فين. فطبيعي أنا ضربة البداية دي ما بحكمش أبدا عليها، ما أقدرش أقول إنه إيه ده، لا إحنا إيه ده المنتخب مستوى بعيد شوية، لا مفيش الكلام ده. انت طبيعي منتخب ايطاليا كمان من المنتخبات اللي انت ما تعرفهاش، يعني مثلا مش زي الفولي، منتخب ايطاليا في الفولي ده يعني حاجه ضجه، يعني من اقوى المنتخبات مثلا على مستوى العالم في الكره الطايره، لكن في الهاندبول لا، يعني انا مثلا على مدار مثلا معرفتي بالهاندبول مش فاكره ان احنا قابلنا ايطاليا، يعني بالظبط هم مش في الهاندبول مش اقوى حاجه على الاطلاق. فناس يقول لي بس ده مبرر ان احنا ما نكسبش 10 15 جون، مبرر لانه منتخب مفاجاه بالنسبه لك، وعلى فكره عنده عناصر قويه وعنده عناصر سرعه، وممكن يكون متوسط الاعمار عنده مش كبير، فكل ده لازم تحطه في اعتبارك لما يكون المنتخب اللي قدامك او المدرسه اللي قدامك انت مش عارفها، فبالتالي ممكن يبقى عنصر مفاجاه. ممكن ابقى بلعب على قد المباراه اصلا، يعني باراندو بيلعب على قد المباراه مش عايز برضو يجهد باقي الناس، لانك عندك المباراه اللي جايه صربيا بعديها تونس، فالدنيا مش اسهل حاجه يعني، وصربيا وتونس طبعا من المنتخبات الثقيله جدا، خاصه مباراه تونس اللي احنا كلنا مستنيينها بفارغ الصبر يوم الخميس ان شاء الله هتكون الساعه 10 صباحا، وبرضو المباراه المقبله مع صربيا. فممكن يكون الراجل بيريح الدنيا، لان انا برضو انا بلعب بطوله بستعد من خلالها لبطوله افريقيا، بس برضو لازم اخد بالي، اخلي بالي طبعا الاصابات لا قدر الله، يعني ربنا يبعد عنهم يا رب كل اصابه او كل شر باذن الله، ولكن انا النهارده لازم ما احملش على اللعيبه بدنيا قوي عشان ما يحصلش اصابه، لازم اخد بالي كويس قوي، لازم اخد بالي كمان في الماتشات اللي بتبقى زي دي من الروتيشن. فطبعا كل اللي شفناه النهارده هو مش مقياس ابدا ابدا، وباروندو اكيد ليه فكره، لان انا النهارده خلاص بقينا كلنا كل محبي كره اليد وكل الشعب المصري بقى واصل مع باروندو لمرحله ثقه، يعني خلينا متفقين ان باروندو من اكتر المدربين اللي بجد مدرسته او طريقته مشيت مع منتخبنا بشكل كبير جدا، فخلاص انت وصلت معاه كجماهير وكلعيبه وكاتحاد وككل حاجه، وصلت معاه لمرحله ثقه، ما بقتش ابدا قلقان من انه ايه ده، هو ايه اللي حصل، هو ازاي
ازاي باروندو مثلا النهارده المباراه ما كانتش احسن حاجه، كسبنا 10 15 جون، ده منتخب ايطاليا يعني اللي هو مش اقوى حاجه في اليد. لا انت واصل مع باروندو انه اكيد عنده فكره، اكيد عنده حاجه مختلفه، اكيد الراجل يعني بيريح اوراقه الرابحه مثلا، اكيد يعني انت دايما هتلاقي. وده ميزه المدرب الثقيل، وحط مليون خط تحت كلمه المدرب الثقيل، الفاهم اللي بيبقى عنده فكر. انت خلاص بيوصلك انت كجماهير وكلعيبه وكاتحاد وككل الناس المسؤوله او المعنيه او المحبه لكره اليد، بيوصلك لمرحله انك واثق فيه، فعارف ان الراجل ده اكيد عنده فكره. يعني الموضوع مش ماشي يعني بعشوائيه، لا الموضوع ماشي بشكل مخطط وبشكل مدروس وكل الكلام ده. تقدر تحكم منين بقى؟ من مباراه تونس اللي جايه، واكيد مباراه صربيا، على فكره مباراه صربيا مش سهله خالص يعني. ففي الماتشين اللي جايين ان شاء الله منتخبنا الوطني يقدر ان هو يفرحنا ويقدر ان هو يفوز، لان انت النهارده لما تفوز باذن الله على صربيا ومن وراها تونس، انت بتدي رساله حلوه قوي قبل بطوله افريقيا اللي هتكون هنا على ارضك. تونس هو المنافس الاقوى والاشرس ليك في البطوله الافريقيه اللي المفروض انت وهو مرشحين للوصول للمباراه النهائيه. فالطبيعي النهارده ان انت يعني ايه مباراه تونس دي انت بتلعب عليها بشكل كبير جدا، وفوزك بمباراه تونس بالاخص هي يعني رساله واضحه جدا 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 قبل بطوله افريقيا، بتوضح فيها منتخبك قد ايه تقيل، وقد نتيجه المباراه هتفرق معاك بشكل كبير جدا في مباراتك مع تونس في افريقيا، قد ايه انت منتخب تقيل وقد ايه انت رابع اولمبياد. ده مش من فراغ ولا بصدفه ولا الكلام ده، لا انت عندك جيل تقيل وصل رابع اولمبياد، وكان ممكن يوصل دور الاربعه في كاس العالم اللي فات اللي كان على ارضنا، ولكن كان من سوء حظنا يعني ان احنا كانت الدنمارك في دور الثمانيه. فكل ده يعني حاجه محترمه وعظيمه جدا بالتاكيد. لعبنا على قد الماتش، وارد ان احنا نكون لعبنا على قد الماتش، لكن المهم للمرحله اللي جايه، المهم ان انت كمان اللي تاخده من كل البطوله دي الهدف الاساسي اللي انت رايح عشانه، اللي هو ايه؟ اللي هو انا بستعد لبطوله افريقيا وهي الاهم، اللي هي هنا على ارضك الشهر اللي جاي، فدي اهم حاجه بالنسبه لك اساسا. انت رايح البطوله دي كنوع من الاستعداد لبطوله افريقيا بالتاكيد، فاهم حاجه ان انت تخرج من البطوله دي واخد الهدف او التارجت اللي انت عايزه من البطوله. والاهم كمان انه ان شاء الله ليه لا ما نوصلش دور الاربعه، ده يعني خلينا نمشي ستيب باي ستيب، يعني ليه ما نوصلش دور الاربعه وبعد ما نوصل دور الاربعه نبقى في النهائي؟ انتوا مش اقل من ده خالص، انتوا رابع اولمبياد وجيل عظيم جدا يمتلك محترفين وخبرات ونجوم على اعلى مستوى، فانتوا مش اقل ابدا من انكم توصلوا النهائي. مش معنى ان انا رايح البطوله دي كنوع من الاستعداد ان انا ما اوصلش فيها ان شاء الله لدور الاربعه ومن وراها للنهائي باذن الله. انتوا رجاله ودايما بتفرحونا، ودايما انتوا صناع السعاده وتجار السعاده بالتاكيد. كره اليد المصريه في حته مختلفه، فان شاء الله تقدروا ان انتوا تفرحونا وتوصلوا لدور الاربعه ومن بعديها للنهائي باذن الله، ومن بعديها بطوله افريقيا، وتفضلوا مكملين سلسله الانتصارات والسيفي المحترم اللي انتوا بتسطروه لنفسكم قبل ما بتسطروه لكره اليد المصريه زي ما انتوا معودين. ان شاء الله مزيد من الانتصارات في المرحله المقبله باذن الله، سواء في بطوله البحر الابيض المتوسط او دوره العاب البحر الابيض المتوسط او كمان البطوله الافريقيه. هروح بقى دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع حضراتكم لتفاصيل اخبارنا، استنونا.